أول نقطة أبغى أشرحها موضوع ركوب الخيل، الركوب العربي هنقول عنوان الكتاب، ثم التزليك طريقتي في الركوب مواكبة سما ما شئت، ثم طرق الركوب الأخرى عيوبها وإيجابياتها وسلبياتها، ثم ننتقل لموضوع الأسئلة. لأن ترون في شيء أساسي أشرح شرح عام للجميع غير هذه، قولوا لي يا عقب ما أخلص ثلاث مضبوط. أول نبدأ بموضوع ركوب الخيل، الركوب العربي أو ركوب العرب. أول نقطة أبغى أشرحها في موضوع الركوب العربي، لما أقول ركوب عربي حاليا وش يجي ببالك؟ ركوب العرب أو ركوب العربي؟ لا قصدي حاليا لما أقول ركوب عرب، عرب يركبون حصان عربي في مكان عربي، وتفسير منطقي بعربية. فاللي يصير في الحالة هذه لما يجي ببالك تقول والله ما في ركوب حقيقي، ركوب عشوائي، مو بصحيح. يعني خاصة الأجانب لما ينظرون لك ما في تحكم، ما فيها خلينا نقول أسلوب ركوب صحيح، ما فيها إنجاز حقيقي من ناحية النتائج اللي يبغونها كنتائج صحيحة. الركوب العربي اللي أقصد ركوب العرب سابقا وركوب العربي الحالي. ليش اختلف اختلاف جذري عبر السنين؟ على سبيل المثال ركوب الإسباني أو ركوب فرضا البرتغاليين أو ركوب الدرساج الفرنسيين إلى آخره، زينفون أو إكسنفون قبل عيسى عليه السلام ب 300 سنة، وعيسى عليه السلام قبل الإسلام 600 سنة، كم صار العدد؟ 900 سنة تقريبا بينه وبين وقت الإسلام، خلينا نقول يعني بينه وبيننا كم 2000 وشوي أو أكثر، يعني ننظر من ناحية هجرية فوق 2000 سنة أو أكثر أو 2500 سنة. ثلاث كتب من كتب اللي شرحها في الركوب إلى الآن تدرس في أوروبا. إذن العلم عندهم متواتر مستمر، فطبيعي ما ينقطع الركوب الأوروبي. صح انتقل من مكان لمكان، توارثوه مختلفين، فرضا الإيطاليين، الأغريق، حاليا الفرنسيين، الإنجليز، بس التواتر مستمر عندهم. إذن شخص شرح كتاب قبل آلاف السنين أو مئات السنين ما زال معلوماته تدرس. لما تنتقل لموضوع اللحية العربية، الشيء ذا التواتر موجود عندنا. ما عندك كتاب عنترية يشرح كيف تركب ركوب خيل، ما عندك كتاب خالد رضي الله عنه يشرح كيف تركب ركوب خيل. إذا ما تعرف أسلوبه بشكل واضح مفصل من ألف إلى ياء، بعض الناس والله مثلا ابن الكلبي ولا فرضا عمرو بن العلاء أو الأصمعي شرح عن الخيل، شرح التراكيب شوي، الدماء ما الدماء، بس ما شرح طريقة ركوب الخيل أو الأسلوب ركوب الخيل من ألف إلى ياء، طريقة ركوبه. هذاك يشرح لك كيف تدخل حصان مكان مخيف، كيف تختار حصان الحرب. إذا ما عندنا التواتر. طبعا قد يكون عدم أهمية ذاك الوقت، يعني هم عندهم فعل وعندهم أشياء أهم، الدين والتاريخ وغيره والفلسفة، فتركزوا بأشياء معينة، ما ركزوا بالأشياء اللي تعتبر مرتبطة بالموهبة. وش دريهم أنه بعد ألف سنة بيصير خيمة وسيارات ويشرحون تزليق، ما هم عارفين الشيء ده، لكن يصير أن هذا اللي حصل. فهذا موضوع الاختلاف الأول، التواتر. النوع الثاني وهو الأهم وهو الأساس، مصدر الطريقة. الركوب العربي سابقا، أنا ما أقول ركوب العربي حاليا، ركوب عشوائي بحت بدون طرق ركوب صحيحة بأشياء أقرب للتفاهة من ناحيه ان تطلع موهبتك، فرضا سباق، تحمل، قفز الى اخره، اشياء تعتبر رياضيه اكثر من كونها فنيه. منتم مطالب انك تركب صح، يعني فرضا لو انا جوكي أسوأ منك بمراحل، بس الحصان اللي تحتي مره زين، مدرب مره زين، افوز عليك وانت شركه احسن من جولي. هذاك في القفز، هذاك في التحمل، فتحس انه مو بشيء يطلع موهبتك او ركوبك الصحيح ويطوره، بقدر ما انه الحصان له دور والتغذيه له دور والدماء لها دور، كل الاشياء هذه لها دور. فاللي يصير ان الاشياء اللي عندك مو بس ما تطلع الموهبه نفس شغل اول، تدفنها. انتقلوا من ما يركبون الخيل إلا في معركة أو صيد أو بعض مرات السباقات إلى يركبون الخيل في أشياء تافهة جدا، فانتقلوا من شيء يجبرك على إخراج الموهبة إلى شيء يدفن الموهبة. فالتواتر من موجود ومصدر الطريقة انقرض، أكيد تنقرض الطريقة. فعندما أقول ركوب العربي أو ركوب العرب سابقا، طب الآن العرب يركبون ما يسمى ركوب عربي مع أنهم عرب، لأن ركوبهم يركبونه ركوب الخاطئ، يركبون العجم، يركبون في شرق آسيا، يركبون في الشمال، يركبون في روسيا، يركبون في الجنوب، ما له دخل، فيمكن لا يمكن تقيس عليهم. طب الركوب العربي القديم، ركوب العربي القديم الكر والفر في القتال كان يعني مختص بالعرب، بعض الفئة مثلا الدول مثلا زي البربر أو لحد ما البرتغاليين استعملوا برضه نفس الأسلوب الكر والفر، غيرهم ما حد استعمله، اللي هو انك تقاتل ثم تفر بالحصان ثم تهرب تهجم مره ثانيه، زي خالد رضي الله عنه في اليرموك لما تصرف كان انسحب نفس الفكره مع بدر، ثم راح يمين ثم دخل عليهم بالجناح. الى الان وادي اليرموك موجود في الاردن الى الان، ومعروف المكان اللي ماتوا فيه الروم، 80,000 مسلسل كان مربطينهم بالسلاسل، الروم عسرة مربطينهم بالسلاسل يقاتلون الجيش الاسلامي. فمجرد ان انسحب يمين ثم دخل عليهم من الجنب صار وراهم الوادي، مربطين راحوا مع بعض 80,000 قتلوا. وهذه كنا من أحسن الأساليب الحربية اللي اتبعها خالد، يعني الآن أتوقع تدرسوا شيء زي كذا. فالأسلوب الكر والفر العربي هذا معروف أنه كان للعرب، فالأسلوب العربي القديم ما كان لأحد غيرهم، بينما الركوب العربي الحالي تقدر تقول أن ركوب خاطئ الجميع يمرون فيه، ما يمكن تنسب للعرب. فعندما أقول ركوب عربي أقصد قديما.
حدد متى بالضبط. انا في نظري من يوم طلعت المقمع والبندق انقرض الركوب العربي لا شك فيها، من 1000 هجرية الى 1200 هجرية تقريبا او 300 هجرية كان في قتال الخيل وشجاعة، بس اقتحام بندق مقمع منطلق الحصان فاتح فتح ما في تحكم ما في كروفر. ذاك في واحد من ما اتذكر ما هو ديكسون او شيء او واحد من الرحالة الانجليز كان في معركة ما هي في الحساء او شيء زي كذا، يقول كنا في اثناء هجوم قبيلة علينا وحنا موجودين وفي من ضمن الجيش العثماني مستشرقين انجليز، فيقول هجومهم علينا 100 شخص 200 شخص مخيف ناصينك وفاتحين وصارخون يزعقون ثم بدون مقدمات الخيل هدفت راحت يمين. فيقول سألت واحد من الأسرى اللي طاحوا وش صار، قال احنا راكبين برسن البدو يوم طلعت المقمع ما عاد يركبون كروفر صار يركب برسن زي الناقة خطام والبندق يضرب ثم إذا وصل طمر قاعد يتقاتل. سابقا كان في شكيمة وكروفر عن في اقتحام تكر تفروشه من بعيد طيح بالبندق فتغير الأسلوب. فيقول لما يقتل أحد وحصانه يرجع المحله الخيل ايش يسوي؟ تلحقه. وهم هاجمين محاربين مقاتلين هاجمين الخير الحصان راح لحقه الخيل فتغير الاسلوب تغير. انا ما اتكلم عن ذوليك شلون حنا يعني ذوليك ارى ركوبهم مو بركوب عربي حقيقي فما بالك حنا اسوأ منهم بمراحل. فلا يمكن تسمي ركوب عربي اللي انا اقصده. فعندما اقول ركوب عربي اقصد الركوب العربي القديم. هذه واحده. طيب على اي اساس تسمي التزليق او المواكبه او طريقه في الركوب ركوب عربي؟ بناء على ماذا؟ وعمر بن الخطاب يعني يزلك شلون كيف حكمت على الشيء هذا؟ ببساطه وعلى بلاطه خلينا نقول خلينا نعرف الركوب العربي طالما انه مو موجود خلينا نشوف الاشياء اللي ذكرت منه. استعمال الخيف في الحرب الجميع استعملوا الخيف في الحرب، السباق الجميع سابقوا، الصيد الجميع صادوا، لكن سؤال وجواب هل العرب ركبوا تاريخيا هل العرب ركبوا الحصان في المعركه اكثر من غيرهم او لا؟ هل احد عنده اعتراض على النقطه هذه تاريخيا؟ يعني ثابت تاريخيا ان العرب الحصان حقهم كان حرب صيد واحيانا سباق غيره ما يركب، يركب البغل او الحصان او يركب الحمار او اي مخلوق اخر للاغراض الاخرى، بينما الدول الاخرى يركبون نفس الحصان لعده اغراض، هذا متفق عليه تاريخيا. طيب هل في شيء اصعب في التحكم بالحصان بالمعركه؟ اذا في الوقت الحالي عشان تدعي ان ركوبك اقرب لركوب العرب، اقرب مو احسن مو بزي اقرب، لابد تتحكم بالحصان في وضع مقارب للمعركة. مضبوط إيه الآن؟ كيف طريقة ركوب لو تسوي كذا انطلق الحصان تسمي ركوب كركوب عربي؟ كيف لما أركب طريقة لو أشيل قوطي بيبسي ولا كيس في بيبسي أحجب الحصان وركوب كركوب عربي؟ لا هو عربي، لو شافك عربي يتبا لك وين هو عربي معه؟ ولا قصدي كأسلوب كطريقة مو كشخص كأسلوب. قمة التحكم يدعون عن ترى رماحه كأنها أشطان وبئر في لبن الأدهم، يعني شطن البير اللي هو حبل لما تشوف بير مردوم ثم تشوف حبل داخل في التراب تسحبه عالق معناته في بير، شبه دخول الرمح بصدر حصانه بحبل البير والدم يصب وخينا بالله قد يقاتل حين لو تلبس تقبص الحصان انطلق. إذن هنا قمة التحكم حتى أثناء الألم، عندنا قمة عدم التحكم فقط خوف بسيط، إذا الفرق شاسع. إذا اللي أنا أسميه ركوب عربي أقصد أن كل ما تحكمت بالحصان وقت الاختلاف فأنت أقرب للركوب العربي القديم. نعم ما قال لك ما شرح طريقته ما شرح الطريقة اللي أنت تسويها ولا شرح طرق ركوب الأخرى، نعم بس ثبت نعم ثبت لنا أن باختصار تحكموا بالحصان في المعارك لكن ما شرح طريقة الركوب، ما حد يشرح طريقته بشكل واضح ولا. لكن الآن إذا اتفقنا تاريخيا أن كل ما تحكمت بالحصان وقت الاختلاف أنت أقرب للحرب بشكل عام والعرب بشكل خاص، إذن أنت أقرب للركوب العربي. ما في طريقة ركوب وقت الاختلاف. إيش معنى وقت الاختلاف؟ يعني قصدي بعض الناس يقول أخي ليش يختلف الحصان معي دائما مدرب زين ليش يختلف؟ أقصد أي حصان بيختلف معك وقت الجد، أي حصان بيحاول يروغ. مهما كان مدرب زين، حصان يخاف يجفل. لما حصانك خاف وش سوى؟ لما حصانك جفل وش سوى؟ لما أوريك يعني ما بقول لك فلان وعلان اللي يقلدون فلان وعلان، أفضل طرق ركوب وش هي؟ دريساج، طريقة فرنسية، طريقة أمريكية فرضا. تعال شوف أحسن الناس يقبون فيها. الحصان وش سوى وقت الاختلاف؟ يعني الدرساج ممنوع تصفق، لو صفقت الحصان اللي فايز ببطولة العالم في الأولمبياد لو تصفق تلخبط الحصان معك تفلت مع راعي. إذا يفيدني في الدرساج لو بركب الدرساج، راعي القفز يفيدني في القفز، راعي التحمل يفيدني في التحمل، لكن وقت الاختلاف لما خاف الحصان رحنا عند أفضل طرق الركوب لم يتحكم بالحصان فقدوا التحكم، إذا ما تركب ركوب عربي. طب لو ممكن طريقة ركوب الحصان العسيف إذا خاف يفز بمحله يصفق صفق بمحله لو أنه ماسك بأصبعك فقط فأنت أقرب الركوب العربي. فعندما أقول أن ركوب عربي أو ركوب عربي أقصد أن فلان قال لي أو علان قال لي، أقصد أن النتيجة اللي جبتها كطريقة وقت الاختلاف هي الأقرب للعرب سابقا، فأنت قاعد تمدح العرب ما تمدح نفسك.
عندما اشوف الشيء ده وانا يعجبني الموضوع هذا اقول لا ركوبي ركوب عربي، وانا اصلا قبل شيء هاج فيني مع تمدحت نفسي بس ثبت العرب وضحت. فعندما اقول ركوب عربي ما اقصد مدحهم او مدح نفسي، اقصد باختصار ان هذا المنطق ان كنا احنا سويناه فقط عشان نعسف حصان او فقط عشان نحل مشكله حصان، هم اولى لانهم عندهم شيء اصعب يبي يعسف حصان ويبي يحارب فيه. فان كنت انت فقط عشان تعسف حصان بدون سرج اضطريت تكتشف الطريقه وتخترعها، شخص بيقاتل اولى بالطريقه منك واولى باكتشاف الطريقه منك. فهذا الموضوع الملخص لموضوع الركوب العربي، او ليش اسميه ركوب العرب او ركوب العربي، يعني بالدعوه ان عرب وبس قدر ما انها فكره شامله. عندك لما كنت اقولها مجرد مذكرات اكتبها في كتاب 14 15 سنه اكتبها في كتاب، ثم مع الوقت سويت كتاب. غيرك سمع يقول لا ركوب ركوب عربي، فلان يسمع يقول لا ركوب ركوب عربي، صارت كل واحد يقول لا ركوب ركوب عربي، بس على اي اساس؟ انا ما قلت امدحهم ولا قلت امدح نفسي، قلت كمنطق. فانت لما تقولها اشرح لي شرح منطقي. تقول لي والله شخص عربي راكب حصان عربي في مكان عربي، هي نقطه اخرى. نعم قصدك ان عربي يكون حصان عربي، قصدك ركوب عربي حالي، هي نقطه اخرى. عندما تقول ركوبك ركوب عربي لم تشرح شرح منطقي لهذا التفسير. فانما اقول ركوب عربي هذه مقصد، طبعا مين مهمه لو تقول ركوب اسرائيلي ما دخل، بس قصدي الفكره انك اولى بالشيء هذا، لاني اصلا قايله قبل بناء على منطق. المنطق وشو اللي شرحناه؟